التوبة. لقد أمر الله تعالى بالتوبة، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله عز وجل كل يوم 100 مرة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وقد عرف الإمام الغزالي التوبة بأنها العلم بعظمة الذنوب والندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي. والإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور. والتوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو عن معصية، لو خلع عن معصية بالجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه، وإن خلى عن ذلك لم يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة البعيدة عن ذكر الله تعالى، لو خلى عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص، ولا يسلم أحد من هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا بد منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأما غيره فكيف يكون حاله؟